السلام عليكم. بقول لكم سالفة حصلت في الستينات في أربيل عاصمة كردستان العراق. يذكرنا في مرة كانت جميلة جمال، شيء يطير العقل، تمصع عروق القلب. يقول لك لا دخلت بين ورد الضيع، وصيتها واصل حتى القرى اللي حواليهم، ان البنت هذه جاء اللي يشوفها ينذهل، يعني سبحان الله، مو نفس الحين حريم المتفخه شفايفها ومسويت لي غمازات شكلها تقول كانها من هذول عبده الشياطين. سبحان الله، الشيء الطبيعي اللي الله عز وجل يخلق الانسان فيه ما في اجمل منه. مالكم بالطويله ويا زين الطويله، طبعا القصه اقصد. هذه المرة متزوجة، وزوجها عنده مزرعة وارثها من أبوه، ويرفض أنه يبيعها على كثر الإغراءات اللي كانت تجي، يرفض لأنه يعني يعتبرها من ريحة أبوه الله يرحمه وجده وكذا يعني. لكن عايشين على شنو؟ الزراعة والحصاد. وفعلا هذه المرة تحب زوجها وتعشقه، ولأنه تعرف أنه رجال ويشتغل بيده وأنه يضحي علشانها وعلشان عيالها الاثنين اللي الله رزقهم فيه. ومرت السنين، سنة من السنين جاء وقت الحصاد، فكان مضطر أنه يشتغل لآخر الليل، فتعبت زوجته معه، قال لها يبا خلاص روح البيت أنت وسوي عشاء وكذا وريح الأطفال، وأنا إن شاء الله بحاول أحصد اللي أقدر عليه وأجي البيت. قالت أوكي لا تأخر. قالها ماشي. المرة ناطرته في البيت مسوي هالعشاء وعياله ينطرونه كالعادة، يعني انه يجي يعني اخر الليل، ودروا انه شنو راح يتأخر لان عنده وقت حصاد لازم يخلصه. قالوا مو مشكلة، ينتظرونه. ما جاهم ليه الصبح. راحت المرة تدور عليه ما حصلته، راحت بلغت اخوانها وقالت لهم السالفة انه كان في المزرعة انه يحصد وتأخر لكن ما جاء للصبح، ودورت عليه ما لقته. فعلا اخوانها راحوا يدورون ولا الرجال متوفي في المزرعة. وراحت عاد سبحان الله، صارت المرة هذه من وردة كانت تمشى الى يعني لابسة اسود باسود، لكن رغم ذلك السواد زادها جمال. الناس صارت تذابح، الرجاجيل صارت تذابح عليها، الكل ناطر تخلص الحداد عشان يتقدموا لها. جميلة سبحان ربك يعني. والمرة الجميلة ما هي جميلة يعني بس بشكلها، لا، جميلة بأخلاقها، بأسلوبها، بأدبها، يعني ملامحها. مرات تلقى واحدة يعني ما هي مواصفات الجمال لكن ملامحها سبحان الله تدخل القلب. هذه كانت تأسر قلب أي واحد يشوفها. الرجاجيل قاموا ينطرون لين خلصت العدة، قاموا عد كل واحد يعرض نفسه، اللي صاحب مال، اللي صاحب نفوذ، اللي، لكن في واحد صاحب مال ونفوذ وكان من كبار القرية هذه اللي عندهم المدينة، ويحاول ويحاول ويحاول، كل ما جاء تقدم واحد قام يوخر منافسينه، قام يدفع لهم فلوس، بس وخر، أنا إذا ما خذيتها بموت، مني منك، لين قدر انه يفوز فيها. وفعلا بعد مرور كم شهر رضت المرأة وتزوج وراحت بيت زوجها وقعدت عنده 3 سنوات 4 سنوات. الزوج هذا الجديد يعني كان الحب بالنسبة للمرأة هذه من طرف واحد، من طرف الزوج فقط، اما زوجها الاولي كان الحب من طرف الشخصين، الزوج والزوجة. ما هي قادرة تنسى زوجها، تحب رجولته وأخلاقه وكده وجهده اللي كان يعني عشقته سبحان الله، ما هي قادرة تتخلص من تفكيرها بزوجها الأول. لكن الثاني حاول بشتى الطرق، غرقها فلوس وهدايا وأملاك لكن المرأة مشي الأمور، يعني شو تسوي خلاص، وتبي اللي يستر عليها وتبي. المهم مرت السنين مثل ما قلت لكم، بعد 3 سنوات 4 سنوات الله رزقها من هذا الجديد ولدين، وعندها أول ولدين صاروا عندها 4. ويقول لك المرأة إلى الآن محافظة على جمالها،
وسبحان الله حكمة رب العالمين في الناس والبشر سبحان الله. وفي مرة سبحان الله كبرت تحلو أكثر. هذه كل ما تكبر بالعمر كل ما تزداد جمال. مالكم بالطويلة، الكل كان يحسد هذا اللي فاز فيها. مع مرور السنين وتجيب عيال والناس تطالع فيه. يوم من الأيام هذا راح الزوج الثاني هذا صاحب النفوذ والمال، راح يزور أحد أصدقائه في القرية المجاورة، وهي كان كذلك في أربيل لكن على أطراف أربيل. وتعرفون أربيل ترى اللي يقرأ عنها كانت جنة الله في الأرض، على البساتين اللي فيها والحدق والأرض الخصبة والماء العذب سبحان الله. اقروا فيها، أنا ترى رجعت وقريت في الموضوع إن فعلا كانت أرض سبحان مباركة من رب العالمين. المهم هذا صاحب النفوذ راح زار أحد أصدقائه في القرى المجاورة، قاعد عنده هذاك حلف عليه قال له والله ما تروح إلا أسوي لك عشاء وعزم الناس وكي ابن حلال أنا جاي بس أسلب. قال له لا تقعد. فعلا ذبح له الذبايح ودع الناس وتسامروا واستانسوا. وتأخر الرجال هذا، تأخر على بيته وعياله، يعني لين الساعة 3-4 الفجر طلع من عنده وهو ماشي رايح لقريته. ما تبعد كثير لكن يأخذونها مشي، أعتقد أن أراضيهم مثل المزارع والجبال، والله أنا ما أعرف بالضبط، لكن كان رايح مشي. وفعلا وهو ماشي بالظلمة ولا يسمع إطلاق نار، خاف الرجال، نزل ورا صخرة كذي وطلع سلاحه. هو يمشي دائما معاه فرد مسدس، هذا فرد، وقام يطلق النار كذي على الهواء عشان اللي قاعد يطلق النار هذا هو مو هو عارف النار هذا عليه ولا على غيره، ما هو عارف، لكن كان خايف على عمره. قام وطلع السلاح ويرمي في الهواء علشان الناس يعني اللي يخافون، اللي قاعد يرمي يخاف ويبعد عنه يعني، وهذا حاشت الخوف يعني. فحاول يداري بهالظلمة. المهم زلقت رجله وطاح نفس الحفرة كذي صغيرة، ولا هالحفرة فيها الجثة اللي من ساعة اطلاق النار يطلق على الرجال هذا طايح بالحفرة، وهذا صاحبنا طاح فوقه. قام كذي انتبه واخترع يوم شافه بالظلمة انه ميت وكذا، وحاول يتلمس انه حي ولا ميت، شاف انه خلاص مفارق الحياة شوي. ولا يجون اهل القرية اللي هو كان فيها اللي تعيش عند صاحبه، معاهم شرطة يسمعوا اطلاق نار وجوا على المكان، ولا هذا صاحبنا فوق الجثة بالحفرة وماسك بيده مسدس. ألقوا القبض عليه، قالهم يا جماعة أنا مالي. قال لا أنت بعد منه، يدورون في أحد بالمزرعة ما في أحد، وخذوا للتحقيق. اعترف قال ما والله ما جسته والله. يوم فحصوا الأدلة الجنائية البصمات سبحان الله، حتى طلقات نفس نوع المسدس اللي بيد هالرجل هذا المتنفذ الزوج الثاني اللي في الجثة، هي نفس طلقات اللي بسلاحه، يعني سلاح متشابه. لكن تعرفوا النظام قبل الظاهر ما يميزون حتى يعني سلاح، ما يعرفوا يميزون من سلاح السلاح الثاني هل هو نفس السلاح اللي بيده ولا لا. المهم مالكم بالطويلة، قال لا انت مني منك اضغطوا عليه. قال يبا ايه انا اعترف. الناس استغربت بعد، صاحب نفوذ ومال وكذا وذابح لك رجال مسكين ما له علاقة ولا ايش تبي فيه؟ قال ما اعرفه ليش ذبحته. قال خلاص ذبحته. قال زين قول لنا شنو السبب ليش ذبحته. قال ذبحته، هو ما ذبح اصلا لكن اعترف. حولوه للمحاكمة وخلاص وحكموا عليه في الاعدام. وصل خبر حق زوجته، قالت هالمسكينة هذه من حداد الحداد. قالوا لها زوجك وحكموا عليه بالإعدام، ذابح له رجال وقصته كذا. وتجمعوا أهل المدينة وتجمعت ومعاهم زوجته. قالوا ما أنا بنفرد شوي بزوجتي قبل تنفذون علي حكم الإعدام. قال لا ما في مشكلة اطلب اللي تبي. جابه زوجته، ولا زوجته مسكينة منهارة يعني ما هي حملة، يعني من 3 سنوات ميت زوجها الأول والحين هذا زوجها الثاني بيعدمونه يموت. المهم دخلت عليه
والناس تطالع. البنت هذه مشهورة، الكل يشوفها وده بس يطالع فيها. وراحت وهي تبكي وكذا، وراحت علشان تكلم زوجها وهو على حبل المشنقة، بس انه بينها وبينه قاعد يساسرها. يوم ساسرها وتنصدم كذي، وجهها تغير، وتقوم تكرمون تتفل عليه وتغلط عليه وكذا. الناس انصدمت، يا مرة زوجك الحين يبي يعدمونه بيموت، وانت تهينينه وتغلطين عليه قدام الله وخلقه قبل لا يموت. الرجال يبي يعطونه آخر طلب له، طيب خاطره الرجال راح يموت، وتقعد تبكي وتصرخ. قالوا الظاهر انها ردت فعلها هذه يعني صحيح انها خاطئة، لكن من الصدمة الظاهر ان تفلت عليه تحسب انه هو القاتل وكذا. مشت، نفذوا حكم الاعدام بزوجها وهي ما حضرت ولا شافتهم هم يشنقونه. والناس استغربت، يعني طريق اسلوبها غريب شوي، يعني على الاقل انتظري لين يتوفى. قالوا لها الجثة عشان ندفن، قالت انا ما لي شغل فيه، ما بي لا تدفنونه ولا روحوا انتم تدفنوه ودوا لاهله. ومشت راحت البيت. مرت الاشهر، جاء جد العيال اللي عندها اللي هو ابو الزوجة الثاني اللي الحين اعدموه، كان يروح لها قال انا بشوف عيال ولدي، وانت اسلوبك غلط، وانت اهنتي ولدي قبل الله يتوفى واحنا حاقدين عليه. ومن الكلام هذا سكتت هي، قال لها بأخذ عيال ولدي وبربيهم عندي، انت مو كفو. قالت ليش مو كفو؟ قال لي سويتي بولدي اخر عمره، هذا يدل على ان انت ما عندك اخلاق. كان تقول له اسمعي يا حجي، تبي عيال ولدك؟ قال لي. قالت له بشرط اسمع السالفة، مع انها هي ترى ورثت الزوجة الثانية ورثت كل اللي يملكه. قالت اسمعي يا حجي. قال شنو؟ قالت انت ليش انا اهنت وتفلت عليه وغلط عليه قبل الله يتوفى؟ قال لا والله ما اعرف، بس انت الظهر يمكن ردة فعلك كانت خطأ ومضايقة. قالت لا لا انا مو زعلان عليه، هو انت تحسب زعلان عليه؟ قال اجل شنو؟ قالت لا والله ولا ادري عنه اصلا، وزين يصير فيه ويشنقونه بعد. قال ايش هالكلام هذا؟ قالت هي نعم. قال اجل ليش زعلان وهنتي وغلط؟ قالت هو قال لي سر. قال لها شنو السر؟ قال لها قال لي ابيك تسامحيني. قالت اسامحك على شنو وانت بتموت وكذا؟ مسموح. قال لها الله يخليك لا تقولين مسموح الا لما اقول لك شنو الشيء اللي ابيك تسمحي لي فيه. قالت لها قول لي شنو الشيء. قال لها زوجك الاولي. قالت ايش فيه؟ قال لها لما مات. شلون مات؟ قالت قالوا ان احد اطلق عليه النار بالخطأ، لكن سجلوها ضد مجهول لان ما عرفوا منه، ولاقينا في المزرعة ايام ما كان يحصد، فقالوا الظاهر واحد كان يصيد وكذا وجت له طلقة طايشة. قال لها لا انا اللي قتلته. انصدمت البنت. قال لي نعم انا قتلته علشان يفضل الجو واتزوجك وابيك تسامحيني. قالت له زين قتلت زوجي وما تبت وقتلت رجال ثاني؟ قال له عز الله اني ما قتلت الثاني، لكن الله عز وجل ابتلاني بالثاني وحكموا علي بالاعدام، والله اني ما قتلت الثاني لكني اعترفت علشان ابري ذمتي بقتلي لزوجك الاولاني. وقامت المرأة وكانت ردت فعلها مثل ما سمعتوا. مالكم بالطويلة، الأبو يوم سمع كذي قاعد يبكي واعتذر منها وقال لا والله أنت أولى بالعيال منا إحنا، لكن اللي تبين إحنا حاضرين، واستري علينا الله يخليك على اللي صار. وراحت السالفة. لكن شوفوا سبحان الله قدرة رب العالمين شلون عوضها. اللي قتل زوجها الله اغتله بشخص ثاني كذلك قتل كمجهول، لكن فوق هذا ورثت كل أملاكه تعويضا لها على مقتل زوجها اللي مات ظلم بلا ذنب.
هذه نهاية سالفتنا. لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركتنا في الهاشتاج اللي أطلقناه اليوم تكريم غانم مريجب العنزي واجب على تويتر، اللي ذكرناه في القصة السابقة واللي تجاهلوه ما كرموه لأن أحد المسؤولين أخفاهم عن الأنظار، وصورنا معاه لقاء الفيديو اللي سابق. الله لا يهينكم، وفمان الله، مع السلامة.